بطريقه شغله بحياتي هو الريل لايف ابليكابل اديوكيشن والكوب بروجرام. يعني شو بتدرس رح تطبق، فرجينا شو درست ان رياليتي. This was one of the major يعني او unique values او unique approaches behind الجامعة كانت يلي ما كنا نشوفها. انا اصحابي كانوا على الايو غير جامعات ما كنا نشوف نفس الطريقه. presentations كل كورس فيه presentation. يعني كنت خاف اخر شيء انه دكتور زهراني قلنا اخر شيء عملوا presentation بالماثماتكس لهون، يعني يمكن هذا الكورس الوحيد يلي ما عملنا فيه presentation، والباقي بكل شيء. وكنا نتضايق ونزعل. بس سيريسلي انا وقت بلشت Save the Children هي منظمة دولية لحقوق الأطفال، وبيشتغلوا فيها هن إذا بدكم ناس يعني طبقة العمرية فيها بين الفورتيز للسيكستيز صراحة. سو أنا فتت ولد على المؤسس، فتت عمري 21، بس أنا كنت أشعر لما أقول أعمل برزنتيشن قدام أشخاص إن كان CFO إن كان manager of whatever department etc. كبار بالعمر، انا من عمر اولادهم، كنت ما حس في فرق الا بالعمر. بس بعدين they accept me easily لانه معود، لانه I'm fine with public speaking، تعودت هون. انا بتذكر الفاينل بروجكت كنت عم برجف وقت عملناه هيدا المسرح. So هول الامور ما يضايقوكم، هلا بالعكس make good use of them. researchers بالاخص للماركتينج students marketing research. This is reality guys. اول شيء بالNGOs this is the key thing. يعني ما فيكم تشتغلوا بNGO تعملوا program و developmental program بدون needs assessment، بدون ما تعملوا questionnaires، بدون ما تعملوا focus groups، بدون ما تعوزوا primary و secondary data لتعملوا assessments لشركه. نفس الشيء لطلاب الماركتينج. So هول الريل لايف اللي بتشوفون هون، بتروحوا على الشغل بتحسوا حالكم ايه والله شفنا منيح. والفاينل بروجكت شو هاي ذا بزنس بلان فروم اي تو زي، بغير جامعة طالبين منهم هيك. سيريسلي جايز ذس از ما عجبكم يمكن كثير الموضوع، بس سيريسلي بعدين بتعرفوا انتوا عن جد. يعني انا يمكن هلا وقت كنت لو يجي حدا بالماضي وقت كنت انا طالب هون بيقول لي انه مول جود يوزر يمكن احس حالي بدون ما قلت له، بس هلا سيريسلي انا اي براكتس اي سين ات ان رياليتي. بزنس بلان فروم اي تو زي، ممكن تنزلوا على الماركت تعملوا اسسمنت وتحكوا مع الشركات وتعملوا انترفيوز وكويشنرز للكاستمرز. هيدا اتس ريلي وات ان از اتس ريلي يوزفول اتس رياليتي. هيدا الشغل الشهاده صدقوني هي ورقه بتخولكم تفوتوا على الشغل، بس كيف تشتغلوا هونيك مش الشهادة، هي what you have seen what you have learned before. الكوب طبعا هيدا شيء يعني كان انا كنت حس بس اشتغلت ببنك عودي كان عمري 18 بعرف بتشوف الكلاينت فايت بيصير انه انا على الكونتور قاعد هون he wants to avoid بصير يعمل هيك بقرب يشتغل عن هيدا لانه انا ولد. بس سيريسلي كنت انا عم نفذ عمليات وكنت يعني ماسك امور وماسك شيء. وبعدين اشتغلت كاستمر سيرفيس يفوتوا الزباين انه يستحوا اول شيء يستحوا مني انه انا ولد، بس سوري مش قصدي انه انتوا ولاد شباب، بس بالمفهوم بلبنان كيف نحن الفئه العمريه بنعتبرها